وللمزيد حول تقييم أداء حكومة السودان بعد 9 أشهر من توليه مهام المنصب ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. حياكم الله دكتور حامد. حياكم الله عزيز، شكرا جزيلا. أهلا بك دكتور حامد. بداية، لجنة الخدمات البرلمانية كشفت عن وجود ما يقرب من 1400 مشروع متلكئ في العراق. يعني السؤال، إذا كان السوداني قد استلم مهامه بهذا العدد الكبير من المشاريع، فلماذا لم يقدم كشف حساب حتى الآن بما أنجزه؟ في البداية شكرا جزيلا عزيزي على الاستضافة الكريمة، تحياتي لكم ولجمهور المتابعين الأعزاء. الحقيقة الأمور أعقد بكثير مما طرح منذ بداية مجيئه على رأس الحكومة وتقييم الوضع العام. يعني هو هناك أرقام أخرى تقول 1600 مشروع متلكئ، هو اهتم بثلث هذا العدد من المشاريع اللي هي كان بها نسب إنجاز متقدمة إلى حد ما. هذه المشاريع الحقيقة متراكمة من خلال تقريبا 10 سنوات، بها تكاليف وبها صرف وبها سرقات وبها مشاريع على الورق وفي الهواء كما يقال. ال 35% او الثلث من المشاريع هذه اللي يهتم بها الحقيقه، هناك يعني احتمالات، وهناك ايضا على ارض الواقع ليس فقط التلكؤ والعرقله وانما التخريب، لانه هذه مرتبطه بمحافظات، فالمحافظون يعني ممكن ان يقومون بعمل معاكس مضاد لما يريد السوداني كخطوه يقدم شيء للنجاح، لترك انطباع انه هو يعني حريص على انجاح هذه المشاريع. لكن الواضح انه لا هو قادر ولا الطبقه السياسيه الفاسده ولا طبعا الحكومات المحليه في المحافظات. لذلك يعني اتوقع واحده من الاسباب اللي تدعو الى عدم الاعلان عنها او عدم التوقف عند هذا الجرد او الانجاز اللي ممكن، ما هو انه الفشل ما زال اعتقد متواصل مستمر يعني في العمل. نعم. يعني برايك هل اخذ حقه من الوقت بالنسبه لهذا الموضوع؟ بالتاكيد اذا 9 اشهر، يعني هناك مشاريع انا تابعتها شخصيا كانت الانجاز نسبه الانجاز بها تتجاوز 80%، يعني وقسم عندها تشطيب نهائي، يعني اكو مستشفيات ومساكن، يعني هناك مشاريع مختلفه في الزراعه وفي الصناعه وفي السكن وفي الصحه والمدارس. طبعا بالتاكيد المشاريع اللي تم تجاوز الانجاز فيها اكثر من 50-60% بالامكان ان تسجل نهايه وتسليم تشطيب نهائي. لكن انا اعتقد الامور ما دام فيها فساد وفيها استشراء بالنهم بالسرقه، اعتقد هي هذه العقده اللي موجوده، خصوصا وانه الموازنه لم تقر نهائيا لغايه الان. احنا نعرف انه ايضا الموازنه والصرف وغيرها يعني تبعا للخطه اللي رسمت في قضيه يعني التخصيصات الاستثماريه قليله لكنه التشغيليه الاكبر، والموازنه بها عجز ايضا 48.5 مليار دولار، هذا ايضا سبب مهم جدا. نعم. يعني كيف تقيم اداء حكومه السوداني مع كل ما يقدم لها حقيقه من دعم سواء ايراني او حتى امريكي، وهل يتوافق هذا الاداء مع حجم الدعم المقدم لها؟ لا بالتاكيد الازمه اعقد واعمق الحقيقه، لا هو السوداني قادر ولا حكومته شخصيا. الأمور لا تؤخذ بالتمني وبحسن النوايا، الأزمة عميقة جدا، أزمة النظام السياسي، أزمة نظام المحاصصة المقيتة الذي جاءت به كل من أمريكا وإيران، والنوايا ليست حسنة لا من طرف أمريكا ولا من طرف إيران في إصلاح الوضع أو تغيير الوضع لصالح الشعب العراقي منذ البداية، منذ 20 عام، والخطوات تثبت يوم بعد يوم أنه هم جاءوا لتدمير العراق وليس لي يعني إصلاح أو بناء أو إعادة أعمار العراق على الإطلاق. لا إيران لها مصلحة ولا أمريكا لها مصلحة ولا الغرب، جايين يستثمرون يسرقون ثروات العراق، خصوصا يعني العراق مصدر طاقة مهمة،
ومصدر أيضا وموقع استراتيجي لقواعد عسكرية وميليشيات ومعسكرات سرية خاصة. هذا هو الهدف، ليس لإعادة عمار. فلذلك السوداني ماذا يفعل حكومته؟ ما هو نظام محاصصة ويعتاش على هذه الأزمات. يعني أزمة العراق الحقيقة يدفع ثمنها العراقيون. يعني برأيك وجود السوداني الآن يؤمن للأمريكيين والإيرانيين مصالحهم، ليس يعني وإنما الفشل الذي فشلته حكومة السوداني لم تدق بعد لربما يعني إن صح التعبير مسمار نعش المستقبل السياسي للسوداني؟ السوداني مستقبل الحقيقة مرتبط بالطبقة السياسية التي أتت به إلى السلطة. هو لا يستطيع بمفرده أو مع حكومته إنجاز شيء، لأنه الحكومة أصلا حكومة ميليشيات، يعني حكومة محاصصة وليست حكومة كفاءات، وهذا واضح. يعني هو سماها حكومة خدمات لكنه في حقيقة الأمر ليست حكومة خدمات، هي حكومة جاءوا ممثلين ميليشيات. ومثال بسيط جدا لما يجيب الناطق الرسمي باسم عصائب أهل الحق، يعني عصائب الميليشيات الولائية، يخلي وزير تعليم عالي هو لا يحمل شهادة دكتوراه، يعني ولا حتى شهادة مشكوك في أمرها. لذلك هذا الوضع لا يبشر بخير، أنه السوداني لا يستطيع فعل شيء لصالح الشعب العراقي، والأمريكان والإيرانيون يعني يستنزفون طاقات العراق ويكسبون الوقت في صراع أو في منافسة على الأرض العراقية وفي المنطقة الحقيقة لاعتبارات خاصة مع هذا الوضع المتأزم إقليميا ودوليا. يعني العالم يعيش حالة حرب وصراع اقتصادي، أزمة اقتصادية. فلذلك هذه الطغمة الفاسدة الحقيقة أيضا تستفيد من الوقت، تستثمر في الفساد. وهذا نشوف احنا من سرقة القرن 2.5 مليار دولار، نشوف السرقات السابقة، نشوف أيضا حتى في الموازنة المادة 16 إطفاء الديون على المسؤولين والموظفين والسرقات اللي تمت في الوزارات. هذا كله الحقيقة هو يسير في سياق الفساد المستشري في العراق ونعاش حيتان الفساد، مع بالمقابل الفقر يزداد. يعني طيب من هنا في ظل هذه الظروف دكتور حامد، ما رأيك بالأصوات التي ترى أن حكومة السوداني قد لربما شارفت على نهايتها ولن تحظى بالقبول الدولي بعد؟ يفترض هذا، والمبادرة يجب أن تكون من الشعب العراقي. الحقيقة السوداني إذا تم الإطاحة به كحكومة يجب أن لا تكون العوامل الخارجية الإقليمية والدولية هي الحاسمة، لأن هناك مصالح مثل ما ذكرت. يعني الجواب السابق أنه إذا لم يحقق مصالح أمريكا أو حقق مصالح إيران على حساب أمريكا أو العكس، معناها أي طرف يجي يطيح بهذا لا ينفع. اللي ينفع مثل ما صار مع حكومة عادل عبد المهدي أو مع حكومة الكاظمي، إحنا نريد الآن تغيير ليس بإسقاط الحكومة وإنما بإسقاط النظام السياسي برمته، لأنه هذا النظام الحقيقة هو يمثل مصالح إقليمية ودولية، أجندات خارجية. لذلك الأجدر الآن بالشعب العراقي أن فعلا يثور، يقف على قدميه، يعني وقفة رجل واحد، ويطيح بهذه الحكومة والنظام السياسي. نعم دكتور حامد، في ظل هذه المعطيات على أرض الواقع الآن، هل تبدو هذه الدعوة واقعية؟ هل باستطاعة الشعب العراقي فعلا أن يعني يمسك بزمام الأمور من جديد؟ لما لا؟ الشعب العراقي ذاق الأمرين. الآن خط الفقر يتسع، احنا بما داننا نتحدث بمجال المشاريع والإنجاز والبطالة وقيمة الدولار والغلاء، غلاء المعيشة الفاحش الآن، التضخم، الموازنة، السرقات، يعني التدخلات الأجنبية، تهريب العملة، هذا كله يعني المنافذ الحدودية، هذا كله عوامل الآن تشجع الشعب العراقي على الثورة، الثورة حتى سلمية. مجرد أن يحتج الشعب العراقي الآن يقف وقفة ضد النظام، ضد الحكومة، يغير الوضع، لأنه العراقي صور كثيرا الآن مع يعني حرارة الصيف اللاهب الآن
مع انقطاع التيار الكهربائي، هذه واحدة من أسباب، عوامل مساعدة. أما العوامل الأهم هي الفقر، الفقر الآن وضعف القدرة المعاشية عند العراقيين، زائد التفسخ أيضا. الآن الفساد استشرى على كل الأصعدة، فساد سياسي، فساد مالي، فساد إداري، فساد أخلاقي. الآن واضح جدا أنه المجتمع العراقي للأسف الشديد، أمريكا وإيران ومن لف لفهم، يعني فككوا النسيج الاجتماعي والصف الوطني العراقي. لذلك هو الثورة هذه عواملها الداخلية والموضوعية، يجب أن يثور الشعب العراقي ويطيح بهذه الطغمة الفاسدة برمتها، ويقيم نظام وطني يعيد الأمور وبالفعل يسترد زمام المبادرة، ويعني بوضع أمني أفضل، وبوضع أيضا بخطة لمعالجة المشكلات، لأنه هذه المشكلات الحقيقة أصبحت الآن مزمنة عند العراقيين على مدى أكثر من 20 عام، من حروب وحصار وعقوبات. وطبعا أمريكا أيضا الحقيقة تحمل هي وإيران الجزء الأكبر، وما زال فاعلين في هذا، يجب طردهم، طرد إيران وطرد أمريكا من العراق. نعم نعم، إذا كنت ضيفا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، شكرا جزيلا لك.